الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 11/2/2018. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 11/2/2018. طيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 11/2/2018. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 11/2/2018.